يوم الثلاث اللي فات كرم مهرجان المسرح العربي في دورته الثالثة الفنان الكبير محمد صبحي في حفل الختام، وده في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية. محمد صبحي دلوقتي بيواصل بروفات مسرحيته الجديدة عيلة اتعمل لها بلوك، وده على مسرحه بمدينة سنبل. المسرحية دي كوميدية غنائية استعراضية بيقوم ببطولتها وبيخرجها محمد صبحي، وده بمشاركة عدد من أعضاء فرقته استوديو الممثل. مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك بتحكي عن أسرة مصرية في أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وده في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، وبيصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وتصميم الأزياء لدكتور مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقى وألحان شريف حمدان.